حضرتك طريقة ما كبيرة. كملتليش موضوع سلبيات اتحاد الكورة في السنين اللي فاتت، يمكن أنا مش عايز أقول، أنا عايز أقول أو أفتكر متحفظ يعني، حس لا أنا عايز يعني أقول حسك متحفظ شوية يا في باشمهندس. تقديري إن هم الكيكة بتاعت الدوري اتحاد الكورة، أنا سمعتها من أحد رؤساء اتحاد الكورة قال له عندكم في مصر مش عايزين يسيبوا الدوري لأن هو ده الكيكة. كلام واضح، إنما إحنا اتحاد الكورة ملوش دعوة بالدوري خالص. اتحاد الكرة له المنتخبات بس، تنظيم بطولات وخلافه، فقال لك فبيشتغل بقى بعيد خالص. انا المنتخب عايز اوفر له، يعني مثلا كان وقتها واخد دعم من الاتحاد الدولي فيبني فندق، بيجيب شركه فنادق عالميه وياخد منه ايراد، بيعمل مركز معسكرات، بيعمل وهكذا. انما سايب بقى دوري المحترفين انتوا مع بعض برئيسه اعملوا